صباح جميل على معلم الاجيال. اهلا 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 وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل. احب اعرفك بالمقدم ادم عباس من المباحث. يا فندم متعبين الولاد، ما بيجيش من وراهم غير كل مشاكل. اتفضل اتفضل حضرتك كمل وانا متخلص. مش حضرتك ايه عشان ابنك برضو؟ لا هو الحقيقه جاي لك انت. حسبي الله ونعم الوكيل. قلت له هنتكشف. هو حضرتك تعرف حاجه عن موضوع مشكله عمر؟ عمر؟ انا اعرف ان في مشكله مع مدرس العربي. هل هو عمل له عاهه مستديمه او حاجه؟ هل قطع له الخلف؟ انا اعرف ناس قطعت الخلف في مواقف مشابهه. هو موضوع مدرس العربي ده احنا عملناه كتمويل عشان عمر ما ياخدش باله، بس الحقيقه موضوع اكبر من كده بكتير. اكبر ازاي؟ طيب سيب كل شويه مع بعض. اتفضل. انا المقدم ادم عباس من مباحث الانترنت. ايوه عارفها. من اسبوعين بالظبط في موقع تسوق اونلاين كبير قدم بلاغ انه بيتعرض لعمليه قرصنه متكرره. ايوه عارفهم. لسه شاري منهم دراع بلاي ستيشن، زرار الاكس كان معلق. اسمع بس، الهاكر بيعمل اوردرات باقل من ربع الاسعار وبكميات كبيره كمان. ولما ابتديت احقق في البلاغ اكتشفت ان الاوردرات دي بتتعمل من كمبيوتر جوه المدرسه هنا. خونه. ومراجعه كاميرات المراقبه في اوضه الكمبيوتر ومطابقتها بتواريخ عمليات الهاكينج قدرت احصر المشتبه فيهم في 6 طلاب. وللاسف عمر واحد منهم. فمبدئيا انا مبهور بشرح حضرتك الوافي للمشكله وطريقتك في الوصول للمتهم. وانا كعبد الجواد الاب اللي خايف على مستقبل ابنه عندي اقتراح. اتفضل. انتوا تلموا السته وعلقه موت لحد ما ابن الجزمه ده يعترف. ابني بقى ابن اي كلب تاني، مهم العداله تاخد مجراها. انا عايزك تهدى كده يا استاذ عبد الجواد، ده مش اسلوبنا خالص. انا عملت خطه كده واتمنى ان حضرتك تساعدني فيها زي باقي اولياء الامور التانيين. طب هساعد حضرتك ازاي؟ احنا هدفنا ان احنا نوصل لشبكه التجار اللي بيستغلوا عبقريه الاولاد دول في انهم يحققوا مكاسب كبيره، وده عمره ما هيتحقق غير لما اعرف اوصل للاجهزه اللي بيستخدمها الهاكر، وطبعا من غير ما يعرف حاجه، لانه ببساطه لو شم خبر هيمسح كل الداتا. سيب الموضوع ده عليا، لما عمر ينام انا هلم لك كل الاجهزه اللي في البيت. تلفزيون، ثلاجه، غساله اطباق، جيبهم لحضرتك المباحث، فتش براحتك. غسلت اطباق. حضرتك يا فندم مش عارف الاي اي ممكن يعمل ايه؟ جيليه جديد اتوقع منه اي حاجه، ممكن يعمل اي حاجه بغسلت الاطباق. لا يا عبد الجواد احنا الحقيقه مش عايزين نتعبك، انت كل المطلوب منك تبقى موجود النهارده في بيتك الساعه 6، وانا هاجي لك اول ما تشوفني تسلم عليا وتاخدني بالحضن، وتعرفني على عمر تقول له ده ادم صاحبي من ايام الجامعه، وانا عليها الباقي. حضرتك متاكد من الخطه دي؟ عشان انا حاسس انها مليانه ثغرات. هو حضرتك وراك حاجه الساعه 6؟ ستة. لا ستة ده مشغول جدا. يبقى تفضي نفسك. حاضر. حضرتك تأمرني بأي حاجة تانية؟ استغفر الله العظيم يا رب. احنا مش هدفنا ان احنا نأذي الطلاب دول، كل هدفنا نوصل للتجار. انا مش عايز حضرتك تقلق. لا انا مش قلقان والله، ولا فارق معايا حد. يبقى المطلوب منك دلوقتي انك تنزل لعمر تقنعه انك اقنعت حضرة الناظر انه ما يفصلوش. فاهم فاهم. شغل عالي ده عشان نحبكها. ايوه عشان نحبكها، بس يا ريت حضرتك تبقى شديد عشان يصدق. شديد؟ ده انا هعمل من فخاده شاورما. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدا من 149 جنيه و99 قرش.